UNFM 91.2. بالكاوب. في نهار من الأيام الكثار، قاعدة في صالة الدار، إبما إني ياسر روتار ما عارفة شنوه في هالبلاد صار، حليت التلفزة في وقاية الأخبار. أي قلت إن شاء الله خير، زعماش فما من تغيير. مسيت علينا المذيعة بطلتها البديعة، وكي عادتها بالطبيعة بدأت النشرة بالعناوين. لحظة ياخي عناوين، قالك يا سيدي المسؤول اللي بأمر بلاده مشغول، على غفلة عقد النية وعمل المدينة زيارة فجئية، ولا حد من الناس سمع، وبالصدفة عليهم اطلع من غير ما حد بيفيق، يلقى الطريق ليه ما يطيق، زبل على كل لون ولا وساخ تسحر العيون، احفر معبية الكياسات وبلديات خدمتها نسيت، حاويات فايضة منها الفضلات، وبزيارته للإدارات شد الصف وشاف بعينه الخلالات، لدرجة اللي ما عرفوه ومن بساطته ما عقلوه، وكيما المواطن العادي برجع غدوة بلفطوه، شاف في الأسواق الخنار والأسوام للقاها نار، واستنى كيما الكل الكار، وكي العادة وصلت روتار، زار القهاوي وعمل المريض وسط سبيتار، جرب شنية شحتيفة، ومن بعد هالزيارة الظريفة اطلع بقديه من قرار، يعمل رقابة يومية على خدمة البلدية، واللي زاد زبلة يلوح يدفعها كبيرة لخطية، وكاميرا في كل مكان، لجان معنية بهالجان تراقب الكار الروتار والحفر اللي تتردم، شكون اللي في وقت خدم، وبيانات للإدارات في خصوص احترام الأوقات، ورقابات على أداء الخدمات، ممنوع اللي يعيط ويكشبر، وعقوبة للي راسه يدبر، وحتى اللي يخل بنظام معه زادة لخطية تكبر، قوانين حازمة والعصر الرقمية لازمة، وعقليات مصيرها تفيق، كعلى غلطها يصير تضييق، طيح زادة من الأسعار، والزوالي ما عاد يحتار، زيارة وما مشيتش خسارة، وفي باقيش فما من أخبار، مطارات تعجب زوار، الكل زيارة تونس اختار، حتى متوين صار جعين، وبفلوسهم وش قال عمر على الاستثمار هوني نوين، وقالوا في بلادنا ما عاد مسلمين، وقرارات بتقليل الامتيازات وشوية من الشهريات للوزراء والوزيرات، وبعد ما تبدلت العقليات صارت الناس بالصف تزاحم باش تخلص لدائات، هالفلوس اللي للبطالة كانت حل، وللعاطلين تجدد الأمل، كثرة المناظرات وبزايد الانتدابات، الحصيل هذه الأخبار التونسية. وفي البلدان العربية الكل على يديهم شمر، يبني في سوريا العزيزة بعد ما رجعت تعمر، الشعب رجع والسلام رجع، وتنفست الحرية في ظل الديمقراطية، ومن ناحية الاقتصادية العرب كانوا اليد في اليد، حلوا لبعضهم الأزمات المالية، ويخلف عن الناس الكريمة البلدان الخارجية، ووحدة العرب خليت الكل الفلسطين بمال وبالسلطة هب، وعلى تحريرها أصر وحب، وتوى الأنظار على القدس وش فيها صار، والشعب اللي رجع له أمل، وثورة بيد مليانة وقلب مطمئن اختار. وفات النشرة والأخبار، وعلى صوت الألارم فقت من نومتي وطلع ليا من جديد نهار، وقلت خير اللهم اجعله خير، ايش بيه الحلمة تصير، ربي كبير وعلى كل شيء قدير. بالكاوب.